ومن أفضل ما يدعى به في أيام التشريق الدعاء الذي أمر الله عز وجل بقوله في هذه الأيام، وهو أن يقول المسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في أيام التشريق في شهر ذي الحجة، جاء ذلك عن جماعة من السلف كما قال عكرمة مولى ابن عباس: كان يستحب أن يقال في أيام التشريق: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.